طيب تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن ربيع ياسين المدير الفني فريق اسوان. بجد التحية لك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل كباتننا الكبار، بنبارك اكيد للنادي الاهلي وبنقول هارد لك لنادي اسوان، لكن امور عديده الحقيقه هنتكلم فيها مع واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين الكابتن ربيع ياسين المدير الفني لفريق النادي الاهلي. بيقول لك طبعا هارد لك كابتن ربيع، عندكم القادم كثير جدا وان شاء الله باذن الله توفقوا، لكن انت عارف النادي الاهلي قيمته كبيره، عنده هدف هو الثلاث نقاط، عنده مباراه سوبر، عنده حسابات كثيره جدا. تحضير الكابتن ربيع للمباراه، الجيم شفته ازاي؟ وصلته اكتر من مره، التوفيق بتاع ربنا يمكن غاب شويه بعض الفرص، لكن هي دي كره القدم يا كابتن ربيع. طبعا القيمه طبعا كتير او القيم كتيره جدا، قدرات النادي الاهلي، هل يملك قدرات فعلا؟ ده بطل، ده بطل، مش ما بطل مصر وبطل افريقيا وبطل 42 بطوله تقريبا على ما اتذكر يعني. لا، نادي يملك كل حاجه، نادي بيعلم الناس الكوره. يعني احنا اكيد في تحضير النادي الاهلي تعبت وشقيت عشان احضر 90 دقيقه، لان النادي الاهلي عنده مفاتيح لعب، عنده حلول، عنده دوافع، عنده تحويل، عنده سرعات، عنده تحرك، عنده مساحات، عنده قدرات تقدر توصل في اي وقت على المرمى. اكيد ده تعبني، لكن اللي انا قدرت اعمله مع اللعيبه ان انا حافظ على الهيبه الدفاعيه بتاعتنا بشكل جماعي، وده نجحوا فيه. لكن التحول الهجومي برضو وصلنا في حدود القدرات اللي موجوده وفي حدود الزياده العدديه بتاعتنا، وقدرنا ان احنا نوصل ونعمل خطوره، لكن الشكل العام مش كويس. كنت اتمنى ان انا احقق نتيجه جميله، لكن طبعا انا بلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي الكبير وطول عمره كبير طبعا، وببارك للاهلي وادارته وجهازه الفني ولاعبيه، وان شاء الله القادم يبقى لينا والاهلي احسن باذن الله تعالى. شكرا مؤتمر الصحفي، شكرا يا حبيبي. اشكرك شكرا يا حبيبي، شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن ربيع ياسين طبعا المدير الفني للنادي طبعا اسوان، حاول ووصل وقدر ان هو طبعا في ظل طبعا المجهود وفي ظل ايضا كمان لعيبه النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله مجهود النادي الاهلي يكون كبير جدا. صفحه واتقفلت خلاص يا كابتن ايمن، زي ما احنا عارفين عندنا السوبر ان شاء الله يكون اهلاوي، تركيز كبير، اصرار كبير، رغبه كبيره، وتوفيق ربنا ان شاء الله يكون مع لعيبه النادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد.